نور. مين نور؟ عمار الكوفي. ويلكم. يا اهلا وسهلا يا نور. نور الزمن يا عمار. فين ليش ما تعرف ليش شلت حرفين من اسمي؟ شنو؟ ليش شلت حرفين من اسمي؟ لا مو انا ما ادري، موبايل بعيد والله. انا شفت بس نور. نور اثنين نور. يا اهلا وسهلا، شلونك؟ كيف حالك؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله. ايش مسوي؟ والله تمام، كل شيء تمام. عمار سمعنا اغنيتك الجديده بما انك كذا ماسك خط. والله بعدها ما نزلت يعني. ما نزلت. بتنزل ان شاء الله بعد باكر. طب لازم يكون عندنا حصري. والله هسه صعبه يعني. هسه صعبه. أيوة. تعرف يا عماري اني انا مره احب كلام اهل العراق. والله ان شاء الله يكون عراق اللي انت بتقوله هسه. صح هسه يابا شلون العد هسه؟ ولما يقولوا ايش راح تفرس سفوري في كلمه يقولوها مره احبها. شو يقولوا؟ حقت العراقيين. استنوا، حقت ايش؟ في كلمه عراقيه كده. شنو هي؟ غزل حقت ايش؟ ما ادري ايش. يا عيني عيني ونظر عيني، عيني ونظر عيني، عيني ونظر عيني. خلاص يعني احس انه عيني ونظر عيني هذه كده اغنيه ليل الرياض. في عندنا واحد جاسوس هنا ترى. جاسوس جواسيس يقول الاغنيه وصلته الاغنيه عنده بيرسل لي هي. خليني اجيب لك واحده تضحكنا شويه. جيب لنا رباعي عادي، جيب لنا ترى عندكم. يا هلا. يا اهلا وسهلا. هلا بسمك. ازيك؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ وحشاني جدا. الحمد لله. ازيك انت؟ زيك عمور. والله الحمد لله. ازيك انت؟ عامله ايه؟ ترى يا جماعه بس انت عملت سناب فكلكم ضيفوها. مظبطاكي؟ نص بالنص. كلمات خالد العوض، الحان ميثم، علاء الدين. ايه شعر خالد عوض معروف وكتب اشعار قويه. اولا نظام محمد عبده لعبادي. ايوه استنى. يعني انت يا عمار ما تستحق غير كده. يا عيوني والله. طيب عندكم رابع لو شنو الموضوع؟ يلا بنشوف. مين بدنا نجيب؟ في معاذي. بدكم معاذي؟ معاذي كيفكم؟ انا اي واحد نتشرف فيه والله. طيب اهم شيء يكون جوه لطيف و يعني هو ان شاء الله هذا جو لطيف. بس انت تشبه مستحيه. بس انت تعرف تنكسف. معادي. استنوا استنوا بجيبه. ما شاء الله يعني. ما يا ربنا يسترها. نزلت لي صندوق. هذه حلوه. بس انت لما حتدخل هذه اللي انا طلبتها. اهدي شوي. اهلين مريم. هلا وسهلا، شلونكم؟ كيف حالك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. هلا نوران، هلا عمار، شلونك؟ كيف حالك مريم؟ شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. شلونكم؟ والله تمام. عمار الكوفي الصدقي. هلو عمار. هلا عمار صدقي. شنو؟ لانه في يمكن منتحلين لاسمك. اهلا وسهلا والله. اهلا وسهلا. هلا والله، شلونكم؟ الحمد لله يا احمد. والله انت عامل ايه؟ الحمد لله بخير. كلنا من فانزات عمار. عمار مين مو فانز؟ ما شاء الله تبارك الله، صوتك ما شاء الله. انا احب موهبتك جدا ما شاء الله. ايوه شكرا شكرا. عفوا. بنات تبون جوله ولا جولتين؟ خلوها جوله واحده لانه ورانا مشوار وهم نغير شويه قتات وبعدين نرجع. اجري جايز. جوله واحده وحاطه صندوق. اجري مريم تقول اجري. ترى نوران عندها مستوى. كيف شو شايل؟ مين قال لك عندي مستوى يا مريم؟ مين قال لك؟ خليني اروعهم. انا المستوى عندي، لو تشوفي بلكونه تنفجعي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلنا عندها مستوى، قالت ما عندي. قلنا على المرفق. مستوى حلوه. من زمان ما جايين لجاكو، ما نخسر امور ترتيب. كبسوا شيروا يا استاذ عمار. كبسوا شيروا البيت. تبغى اعطيك احكامي من الان ولا اهدى؟ اهدى مرة. اهدى يا مريم.
مره كم من دحين انا احكامي اليوم فنيه بصراحه، دائما احكامي حلوه ومرتبه صراحه. انا اصلا ابغاك تغني لي يعني، ما ابغى مريم تسوي يعني. بالله نوران بتغني لنا ولا بس انت؟ بغني انا، ترى على فكره صوتي حلو يا مريم، احلفي. والله انا اشوف صوتي حلو لنفسي، انت حرين. اقسم بالله لو الدبل ما فتح يا ويلكم يا ويلكم. على فكره انا اللي عندي نزل اربع حلويات، هاتي حلاوه من عندك بقى. اللي عندي نايمين متكين كلها كاميرات. رشي ميه بس كده يطالعوا. كم سوشيرو يا حلوين وعالدبل. ما قلت سمعتيني اغني عالدبل؟ ها بوي، ما قلت سمعتيني اغني؟ لا استغربتك تغني، ما قلت ما غنيتي لي من قبل يا بنتي. انا اكون مقاطع غنى، ما شفت حسابك بنسلك عشان كده. طيب بس انا صوتي حلو يعني، لو فزت لو فزتي يعني، لو فزتي احكميني اغني. طيب وانت يا بس انت تغنين احكام فنيه يقول لك عمار ان شاء الله لما يكس. مو الا غناء يعني، مثلا احكام فنيه تكفى يعني. لا تخلي بس انت تعطينا قصيده، خلينا على الغنى الله يرضى عليك. دحين مريم انت ليش تتحركشي فيها؟ كلامك معايا بس يا شباب قاعد اسولف معاكم كلكم والله ما تحركش معي. صح عبد الله حيك حيك. انا بيت غني يا ابو اغني مصيبه بعد قلبي. اذا اغني بقطع رزقكم كلكم، كيفكم انتم احرار؟ الله يسعدك عبد الله. امتى تفتحي لنا يا حلبي؟ امتى؟ لا طبعا ما نبغى مريم تغني. ليش تغني مريم؟ بنخلي عمار يغني لنا شويه. غريب يعني انا سماعه، انا بصفق. لا انت بس انت اللي حتحكم. لا عمار غني وانا صفق صح. بس بس انت حره، هي بس انت ايش حتحكميها؟ لا اني سامحوني اليوم غناء ما اقدر، ورايا سفر طويل 9 ساعات يعني. اول مره نطلع عندك جست ونطلع معاك، ما مش عايزنا نستغلك ازاي ده بقى؟ والله يا اخي من عيوني الغير مره، بس هسه انا ماسك طريقه يعني على الاقل. توصل بسلامه ان شاء الله. الله يسلمك. خلاص ذنبحكم مريم. يا سلام يا سلام، حتى انا بطلع الحين السياره وبفك عنك. روح اطلع السياره يلا. يعني امال حق عبد الله يروح فين؟ انت سامعينا؟ حق الدار. خلاص ابشري ابشري نوران بنفذ لك. ما يصير يعني. لا تخليني اخليه بس انت تحكمي يعني. دبي يعني اكيد هسه مره ما اخاف من فيها. بعد الطريق بعد اشرح يصير افكاركم ذا خردة. على فكرة لو خليت بس انت تحكمك ما رح ترحمك. مرة خفت صراحة. هذا السيارة كأنه بيدو موبايل، شوف مو مستقر. هذا اللي قدامي يعني مرات ينشغل بالموبايل. ما تخذوش دليل، خذ حد غيره دليل. مش هو اخذ قدام ماشي ورا دليل يعني صح؟ مش هو ماشي ورا السيارة ديت يعني دليل لي ولا ايه؟ لا انت ايش دخلك يا بس انت؟ ايه يا خايبة؟ في ايه بس انت؟ طرحة خلي بالك، الطرحة مغطية وبصي خلاص. منورة صباح الخير. هلو صراحة أنا ما أعرف كيف الناس اللي تفتح بس وتسوق، والله مرة أخاف على طول. حتلاقوني لما بنستشهد بنروح الجنة. لا بس أنا حاط موبايل على القاعدة ومو أيوة ما تماسك قابيلي، ما ألقد أباوع ألقد، المهم الصوت شغال. يا موفقين موفقين. هلا وسهلا مريم الحكم الأول. طيب يلا باي نوران. باي حبيبي. حبايب القلب نورين جميعا. شوفاني هذا السيارة.